احسن الله عليك شيخ، من القاعده يقول ان الشريعه تعرف عن يسير النجاسات. نعم، ان الشريعه تعرف عن يسير النجاسات، ما مدى صحه هذه القاعده والضابط لها؟ الأخ يسأل يقول أن بعض العلماء يقول أن الشريعة تعفو عن يسير النجاسات، وهذا صحيح، والدليل على هذا الاستجمار، دليل على هذا الاستجمار، لأن الإنسان بالاستجمار لا يستطيع أن يزيل النجاسة كلها، فإذا اقتصر على الاستجمار فإنه تبقى منه أشياء يسيرة، فهذا دليل على أن الشريعة تعفو عن يسير النجاسات. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، واستدل بها قصة الاستجمار، وقال أيضا يعفى عن الرذاد البول، قال أيضا يعفى عن الرذاد البول. وأما الحديث الواردة في تحديث أكثر عذاب القبر من البول، القبر من البول، حديث ابن عباس في الصحيحين إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، في رواية لا يستتر من بوله، فهذا لا يتنزه، فرق بين الصورتين، بمعنى أنه يقضي حاجته ولا يزيل النجاسة. أما الرجل الذي نتحدث عنه قد أزال النجاسة ولكن بقي ما قد يتعذر إزالته، فهذا يعفى عنه. فإذا صاب الإنسان شيء يسير من رذاذ البول أو بعد التطهير بقي شيء يسير، هذا لا يضر ويعفى عنه. وهذا داخل ضمن القاعدة المشهورة، المشقة جالبة للتيسير، وكما قال الناظم من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم.